الرحمن الرحيم. وقبل التوزيع سيقرأ علينا الطالب عبد المعز إن شاء الله ليتم التوزيع هذه المصائف مع إشارة أستاذ. اقرأ يا طالب عبد المعز ما تيسر لك من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. بارك الله فيك. نحول ليقرأ علينا طالبة فاطمة. اقرأي يا طالبة فاطمة ما تيسر الله لك من القرآن الكريم. اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بارك الله فيك ودفع الله بك الإسلام وسدد فتاك. التكبير. الله أكبر. التكبير. الله أكبر. التكبير. الله أكبر. بارك الله فيكم. والآن إن شاء الله لعل عندك كلمة لنقوم بتوزيع. شكرا لفاعل الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على وفاعلة الخير. إيه. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. فقد ذكر أساتذتنا التوزيع الذي إن شاء الله سيتم توزيع هذه المصاحف من قبل فاعلة الخير. من دولة مصر. نعم في سرور من دولة مصر. نعم في بهجة وسرور بهذا المشروع الذي أتانا من قبل هذه الفاعلة الخير من قبل مصر. فليس لنا لسان الشكر لنشكره وإنما الله هو الذي يتولى شكره وشكرها وجزاءها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالها. آمين. ونسأل الله كذلك أن يبارك على جمعية الهداية. نعم. بما فيها من رئيس والأعضاء. نعم. كانوا يعني يشيرون هذه المشاريع من بناء المساجد وحفظ الآبار وإقامة الدورات وما أشبه ذلك من هذه الأنشطة. فشكر الله لهم بهذه الأعمال التي يقومون بها. ونحن في قرية كولوكوندي إن شاء الله.